أخبار المغرب والعالم في المختصر، أهلا بكم. فرنسا تدعم المملكة بملايين الدولارات. وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي بقيمة 200 مليون يورو لدعم مشروعين يتعلقان بالحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. وزارة التعليم تواصل جولة الحوارات مع النقابات التعليمية. مصدر نقابي أفاد لهسبريس بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برمجت 5 جلسات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. وشددت مصادر هسبريس أن اللقاء سيخصص لمناقشة مقام الاختلاف حيال الملفات الفئوية المتعلقة بأطر التربية والتكوين. الدار البيضاء من بين المدن الأرخص في تكاليف التعليم. دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة قاعدة بيانات التعليم الدولي التشيكية أكدت أن مدينة الدار البيضاء تعد ثاني أرخص مدينة إفريقية من حيث تكلفة المؤسسات التعليمية الأجنبية هذا العام. وأوردت الدراسة أن القارة السمراء ما زالت الأقل تكلفة بالمقارنة مع بقية القارات للمرة الثالثة على التوالي. الأمم المتحدة ترفض إجبارية التلقيح. أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي أن على الدول التي تفكر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجبارياً ضمان احترام حقوق الإنسان. وشددت الأمم المتحدة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوماً مقبولاً. حدث في مثل هذا اليوم تلقي أول جرعة لقاح مضادة لكورونا في العالم. البريطانية مارغريت كينان تلقت أول جرعة مضادة لكوفيد 19 يوم 8 من دجنبر عام 2020. نهاية المختصر. لمزيد من الأخبار تابعوا منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.